الوقوف على هذه الاستعدادات ينضم إلينا وكيل أمانة منطقة الرياض المشرف على البلديات الفرعية المهندس محمد الخريف عبر الهاتف. أهلا بك مهندس محمد، مساء الخير. غدا مرحلة جديدة من مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها، ما هي آخر الإجراءات التي تقفون عليها الآن استعدادا ليوم الغد؟ شكرا لكم أولا، وسعيد جدا بتواجدنا معكم. في واقع الأمر الأمانة لم تتوقف أبدا عن الاستمرار في أعمالها المتعلقة سواء بجائحة كورونا أو حتى الأعمال المناطق فيها من خلال هذه الجولات. الأمانة بالفعل استمرت وكثفت من خلال أعمالها بدءا من يوم الخميس الفائت، وهو التاريخ الذي كان مقررا للبدء في مرحلة التدرجية للفتح الجزئي، من خلال تنفيذ أكثر من 1200 جولة رقابية خلال الثلاثة أيام الفائتة فقط، اللي هي تمثل يومي الخميس والجمعة وحتى نهار اليوم السبت. تمت هذه الجولات بحوالي أكثر من 80 مجموعة رقابية كانت تمثل 16 بلدية فرعية. تم من خلال هذه الجولات القيام بأكثر من زيارة أكثر من 1900 محل. نتج عن هذه الزيارات عمليات إغلاق في حدود 64 محل. أيضا من خلال هذه الجولات يتم التعامل مع البائع الجائلين، تم إيقاف أكثر من 458 بائع جائل وفق النظام، تم من خلالها مصادرة ما يزيد عن 5000 كيلو جرام من المصادرات. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتم تنفيذ عدد من الجولات المفاجئة غير المجدولة اللي بلغت خلال الثلاث أيام هذه فقط أكثر من 383 جولة. الأمانة أيضا في صعيد الاهتمام أيضا بالحدائق، الأماكن العامة. لكن خليني أسألك مهندس محمد إذا سمحت لي، مهندس محمد يعني عند هذه النقطة تحديدا، عند الجولات المفاجئة أجريتم 383 جولة مفاجئة تقريبا في هذه الأيام، هناك رصد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من هؤلاء أو من هذه الأحياء التي يتواجد بها عدد كبير من العمالة، وعند سماع مثلا أصوات الجولات الرقابية وهي تأتي إليهم يعني يغادرون الأماكن ويخفون بضاعتهم التي يبيعونها، كيف تتعاملون مع هذه المواقف الضرورية جدا لدى الناس؟ والله في واقع الأمر بالعمليات الاستباقية الحقيقة مراقبيننا، بالإضافة إلى ما يرد من بلاغات، نحن مراقبين متواجدين على مدار الساعة في الميدان، نغطي تقريبا ساعات اليوم والنهار بمراقبين مجدولين عبر فرق رقابية تغطي ساعات الليل والنهار، بالتالي نحن جاهزون. لكن كما يعلم مدينة الرياض من المدن المليونية السريعة النمو، فيها كثافة سكانية عالية جدا، لكن الحقيقة الأمانة تبذل جهدها في عملية هذه الرقابة، والرقم هذا الحقيقة يشهد بأن خلال فقط ثلاثة أيام إلى نهار اليوم أكثر من 383 جولة طيب. رقابية. مهندس محمد أستغل تواجدك، في 458 بائع جائل، يعني رقم ليس بالأمر السهل. أستغل تواجدك معنا، يعني ماذا عن الحدائق؟ كنت تريد أن أتكلم عن الحدائق خصوصا. الحدائق الحقيقة يعني لعل تصحيح بعض المفاهيم، منذ بدء الجائحة تم تنفيذ أكثر من 24,000 جولة رقابية على حدائق العاصمة. لم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل الأمانة مستمرة في تقديم خدماتها المتعلقة بالرقابة، التعقيم، التطهير. هذه الأعمال استهدفت أكثر من 511 حديقة و231 ممر مشاة، هذا يعني أن الأمانة مستمرة. طيب مهندس محمد، يعني هل هذا دليل على أن الحدائق الآن هي جاهزة لاستقبال الناس من يوم غد؟ لم تكن أبدا إلا جاهزة في أحسن حالاتها، لأن احنا مستمرين. لم يقتصر دور الأمانة فقط على الإغلاق أو منع الاستخدام، وهذه كانت ضمن التعليمات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، لكن احنا استمرينا في أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لتكون جاهزة متى ما صدرت التعليمات بالسماح بارتياح. طيب. سؤالي الأخير لك مهندس، يعني ما هو اعتمادكم على وعي المواطن والمقيم لمساهمته معكم في الإبلاغ عن المخالفات؟ المواطن دائما وأبدا كان صديق للأمانة الحقيقة، ولعل أعطيك بعض الرقم بسيط، يعني تتكلم عن يوم الخميس الفائت استقبلت غرفة عمليات الأمانة في 940 أكثر من 367 بلاغ منذ رفع العذر فقط، وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن المواطن يعرف إلى أين يتوجه. الأمانة محل ثقة للمواطن، وتشعر الحقيقة بأنها قريبة منه، وتشعر بأنه شريك لها في مساعدتها على القيام بأعمال رقابة، بخلاف ما أسلفت فيه سابقا أن مراقبي البلديات أيضا منتشرين على مدار الساعة ويتواجدون ليراقبون أعمال التعديات، أعمال الخلل في الطرق، أعمال الخلل في النظافة، أعمال الخلل أيضا المخالفات في البناء. فبالتالي إحنا موجودين، لكن لا غنى أبدا عن دور المواطن الإيجابي اللي يساعد الأمانة في أداء مهامها. شكرا.